شبح يعني التراتيل الدينية والترانيم بأعياد الميلاد لها واقع خاص فرح، وخصيصا بسوريا، سوريا مهد المسيحية واللي بتضم أقدم الكنائس والأديرة في العالم، وهي الأيام المباركة بأيام الميلاد المجيد بتتخلله كثير من القيم وكثير من العادات، القيم قيم التسامح والمحبة والسلام. أكيد ميسان، من هي القيم؟ خلينا نحكي أول شيء عن التراتيل يلي دائما هي بتنشر حالة من الطمأنينة والسلام الداخلي، وطبعا بتنشر جو من الفرح والسعادة بقلب كل إنسان عم يسمعه. لحتى نحكي أكثر عن هي التراتيل معنا السيدة المرتلة عفاف قسيس، يلي طبعا بدأت الفقرة بترتيلة جدا مميزة. يسعد صباحك صباح وكل عام الخير، وأنت بخير. ميلاد وأنت بألف مشيد. خير يا رب، والعالم كله بألف خير، وسوريا كلها وجيشها وشعبها جميعا يلي كنا عم نعيد سوا كل الفترة هي، بألف خير يا رب. يعاد عليك ويسعد صباحك يا رب سيدة يسعد. عفاف، صباح يعني الخير. مثل ما ذكرنا فعلا أنه التراتيل الدينية والترانيم لها وقع خاص بأعياد الميلاد المجيد وهتحمل الكثير من المعاني. خلينا نحكي شوي عن معاني التراتيل والترانيم. في القديس أغسطينوس بيقول من رنم صلى مرتين، طبعا المقصود انه مره عنه من مره عن الاخر عن الناس. يعني انا اذا بدي رنم وما خلي العالم تصلي، الترنيم بيعطي فرح. بيقول القديس كمان يوحنا الذهبي الفم انه التراتيل هي الرجاء، رجاء بالقادم الاحسن، انه في شيء قادم احسن، فنحن برجاء. الترانيم بتعطي جو من التلوين، بتعطي هيك فرح، بتعطي النغمة. إذا كنا عم نصلي كل الوقت حكي حكي من مل من شت، أما الترنيمة فبتدخلنا بالعمق، بتدخلنا هيك بروح حلوة، بتعطي الفرح، بتشدنا يمكن إيه كمان. بتشد، بتقولي الله شو حلو صوت هالمرنم أو هالمرنمة، هذا يمكن بتكسر شوي جو الرهبة لكن وجو الجمود. يعني ما بتخليكي لا مرهوبة مثل ما قلتي ولا جامدة انه شتيتي رحتي، اما لما بتكوني ضمن الترتيل فبتحسي انك انشديتي كلك للصلاة. فهو المرنم يصلي مرتين عن نفسه، الله شايفنا وهو نحن كلنا مقدمين، انا مقدمة صوتي له يعني بالنهاية، وعن الاخرين عن كل الناس اللي انا بكون عم برتل وهن عم بيصلوا، واي مرتل يعني اكيد. خلينا نسمع من حضرتك ترتيلة كمان ونفهم أكثر معناها من حضرتك. نحن بعيد الميلاد غالباً نتجه للفقراء أكثر،
منتجه للناس المهمشين، للناس المتروكين. طبعا هو عيد مو بس للأولاد يعني انه يفرحوا فيه، كمان الكبار بيفرحوا فيه. أكيد. فنحن بعيد الميلاد اكثر شيء منزور، مثل ما هلا في كان ريبورتاج انه زرتوا مأوى ممكن ميتة ممكن أي شيء، فأنا بدي أقول ترتيلة للسيدة الكبيرة فيروز، روح زورهم ببيتهم. روح زورهم ببيتهم، بيت فقير ما عندهم شيء. روح زورهم ببيتهم إلهم ولد يسوع، لون سواد تيابهم، ذهب لهن شنهار، علي قمر عبوابهن، في بر خدلن نار. روح زورن ببيتن، بيتن فقير ما عندن شي. روح زورن ببيتن إلن ولد يسوع، عتقت سنين عيادهن، ما يوم لبسوا جديد، بعضن صغار ولادهن. يا عيد زورن يا عيد، روح زورن ببيتن، بيتن فقير ما عندن شي. روح زورن ببيتن إلن ولد يسوع، ليلي ولد يسوع. شكرا لك سيدة عفاف. خلينا نحكي شوي، التراتيل لها اكثر من نوع، وخلينا نحكي شوي عن انواع التراتيل والترانيم الدينيه. هلا انواع التراتيل، في التراتيل البيزنطيه تمام، هي ما بتعتمد على آلات موسيقيه، بتعتمد على الايسون تبع الصوت، اللي هو الصوت البشري بيعطي بعن بطريقه تماما مع نوطه معينه. طبعا بيكونوا هن محددين شو الطبقه اللي بدهم يقولوا فيها، بيطلعوا وبيعبي بين الوقفات او الفراغات. فينا نقول صوت ذكوري بيكون اكثر، ما ذكوري اكثر طبعا، يمكن بالقرون الحديثه نوعا ما بلش يدخل الصوت النسائي على التراتيل البيزنطيه، انما بالبدايه كان صوت ذكوري. كمان في التراتيل النوع مثلا الانواع الغربيه، فينا نقول كمان في الصغري، في الماروني شرقي، في اللاتيني غربي، فينا نقول مثلا الارمني، ما بعرف يعني في عده طوائف، عده يعني انواع من التراتيل اللي بتتحكم بنمط هاي الـ يعني شو بيقولوا مثلا شرقي غربي، او مثلا ممكن يكون وسط يعني ممكن يعني ياخذ بين الاثنين كمان. نعم، بيصير في دمج احيانا طبعا يعني اوقات مو دائما. كمان خلينا نحكي عن اهميه هي التراتيل، مو بس بالاعياد، بباقي ايام السنه. وفينا نسال يمكن هل التراتيل يمكن بتقتصر فقط على الصلوات؟ هلا اكيد التراتيل بتقتصر على الصلوات. هلا ما فينا نحن نرتل بحفله مثلا، حفله عاديه نجي والله نمسك الميكروفون بلش نرتل. الحفله الى نظام مثلا رقص وغنى وكذا، الغناء شيء ثاني. التراتيل بالقداديس، في عنا نحن شيء اسمه سهرات إنجيلية ممكن نرتل فيها شوي، ساعة سجود للقربان المقدس منرتل تراتيل بتخص القربان، للميلاد مثلا في يعني في إلى أوقات معينة، وإلى كمان يعني أماكن معينة مشان التراتيل. نعم. يعني في مرتلين مهمين بسوريا كانوا، وكان لهم اكيد هيك باع طويل بالتراتيل. مين هن اهم المرتلين يمكن ان كان بسوريا او خارج سوريا، وحضرتك كثير يمكن بتحبي تسمعي لهم؟ هلا بسوريا نحن عندنا جوقات، ومن هاي الجوقات بيطلعوا مرتلين كثير. هلا في سوريا في عندنا مثلا جوقة الفرح، اكيد هلا كنا عم نشوفها. جوقة الفرح من اهم الجوقات بسوريا، الى تقريبا 50 سنه تقريبا، ان شاء الله ما اكون غلطانه، بس انه فيها كثير طلع ناس منها بيغنوا
وطلعوا واخذوا السلك الغنائي. في منهم مثلا بس بيضلوا عم بيرتلوا. هلا في عنا جوقة ربلة مثلا، في الاب عبده رحال واخوه ريمون رحال، وفي كان لهم اخت كمان اسمها ريما كمان تترتل شيء حلو كثير. في عنا مثلا جوقات كثير متعدده بالشام بسوريا، في الفنان الياس كرم كمان رتل، فينا نقول يعني بس ما، وكمان شادي جميل الفنان الكبير شادي جميل كمان رتل. بس نحن انه الاهم هو انه جوقات، هي جوقات، جوقات بيطلع منا مرتلين. وكل واحد على حسب اجتهاده بقى بيوصل. نعم. يعني سيدي عفاف مثل كتار اكيد لك امنياتك الصغيره وامنياتك الكبيره، شو امنيتك على السنه الجديده؟ وبدنا نسمع كمان ترتيله بالختام على ذوقك. امنيتي على السنه الجديده انه يحل السلام بقى، يعني حاجه عن جد مو بس عنا، بكل العالم، لانه كل العالم مضطرب. بنبدا يومنا باخبار مو منيحه ومننا مع اخبار مو منيحه. بتمنى انه على السنه الجديده ينقشع الظلام يا رب. اجا رسول السلام ملك السلام يسوع المسيح ليحل عن الانسان الخطيئه، وكمان ان شاء الله بيحل عن ارضنا الظلام وبيعطينا السلام ان شاء الله يا رب. نسمع من حضرتك تمثيلة. انا بس بدي احكي شغله صغيره عن بعض المرتلين. في عنا مثلا الفنان الكبير وديع الصافي، الفنانه فيروز، انا دائما بعتمد لها، دائما يعني غالبا بعتمد لها. في الفنانه ماجد الرومي، غنوا ما اجمل، مو غنوا رتلوا بالاحرى من اجمل التراتيل بكل المناسبات. كمان في الفنانين عالميين كتير يعني رنموا لكل الأعياد وكل المناسبات. اليوم كمان هلأ أنا حابة، إذا هذا الختام، أنا حابة أختم بعيد الليلة سيدة فيروز، كونه الليلة ليلة عيد الميلاد، إن شاء الله بنعاد عليكم. عليك يا رب. عيد الليل زهر الليل صوت العيد ضوء الليل موجي يا سما بالعنائد هلي بالحلا بالمواعيد زار الليل يسوع يسوع silent night holy night all is calm all is bright round you virgin mother and child كثير لإلك ولهالتراتيل اللي أضفتي فيها طابع خاص لنكهة الميلاد اليوم على صباحنا. شكرا كثير لإلك سيدة عفاف. شكرا لكم، كل سنة وأنتم سالمين، والعالم كله، سوريا والجيش العربي السوري وكل الناس اللي عم بيشاركونا العياد، بقول لهم إن شاء الله بنعاد عليكم بكل خير. الاستوديو عندكم رائع جدا، يدعو للتفاؤل. إن شاء الله البلد كلها بتصير هيك متفائلة دائما. شكرا لك سيدة عفاف، ويسلم هتم يمكن على كل كلمة وكل حرف طلع منك، وكثير كنا سعيدين بهذا اللقاء. شكرا لك.